السلام عليكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة. وفي هاي الأسبوع راح نلقي نظرة على أجهزة الماك الجديدة اللي أطلقتها شركة أبل اليوم، وهل هذه الأجهزة تسوى أن احنا نستثمر فيها للاستخدام في الاستوديو أو في صناعة الموسيقى أو التأليف أو التلحين أو صياغة الصوت أو اللي هو الساوند ديزاين؟ هل هذه الأجهزة الجديدة تسوى ولا ما تسوى؟ وإذا هذه كانت أول مرة تشرفنا فيها، معكم أخوكم هاشم العلوي، ومن خلال هذه القناة أحاول أوصل أفضل المعلومات للحصول على أفضل نتيجة في الإنتاج الصوتي في الاستديو المنزلي. قصة شركة أبل مع الموسيقى أو مع البرامج الموسيقية أو مع الناس اللي قاعدة تشتغل على المجال الموسيقي صار لها فترة من منتصف الثمانينات تقريبا. البرامج اللي طلعت أول مرة واللي كان لها علاقة في التسجيل كانت دائما تطلع على أجهزة الأبل كإصدار أولي، ودائما كان جهاز الأبل يتميز بالأداء الخاص في الجهاز نفسه، دائما كان هو الأفضل من ناحية استيعاب التركات، من ناحية قوته في البروسيسنج حق التركات هذه. أول برنامج مختص في التعامل مع الملفات الصوتية أو ملفات الفيديو كان على جهاز الأبل، هاي البرنامج كان اسمه كويك تايم، وهاي البرنامج طبعا لحين موجود على الأجهزة. طلع هاي البرنامج في سنة 1991، وفي نفس السنة أيضا طلع برنامج نوتيتر لوجيك اللي هو اليوم احنا نعرفه ببرنامج لوجيك برو. هاي كان أول نسخة طلعت أيضاً على أجهزة الأبل، ومن وقتها بدأت الشركة تستثمر بشكل كبير في المجال الموسيقي على أجهزتها، بدأت تتعاقد مع فنانين، بدأت توقع اتفاقيات مع موسيقيين بس عشان أنها هي تدخل السوق بقوة في هاي المجال، مجال الإبداعي. ومن بعدها بدأت الشركة تستثمر بشكل جداً قوي في تصنيع الأجهزة الخاصة بالملفات الموسيقية مثل جهاز الآيباد اللي طلع في سنة 2001، وبعد طبعاً أنهم شافوا أن في ديماند أو شافوا أن في طلب على هذه الأشياء فتحوا الآيتونز ستور في سنة 2003. هاي كان طبعا طفرة نوعية في مجال أنك أنت تكون عندك برنامج حق إدارة كل الموسيقى أو الملفات الموسيقية اللي عندك، ما كان في شيء موجود من قبل، كان في بس محاولات كانت جدا فاشلة يعني. وفي سنة 2004 أصدرت الشركة برنامج جراج باند، البرنامج اللي موجود اليوم على كل أجهزة أبل أيضا. هاي البرنامج مثل ما أنتم تعرفون هو برنامج مبسط أو نسخة مصغرة من برنامج اللوجيك، يساعد الناس على البدء في هذا المجال، ويساعدهم أيضا على التعلم والانتقال إلى بعدين برنامج اللي هو الأصلي اللي هو اللوجيك برو. وفي سنة 2007 ومع إصدار أول جهاز للآيفون بدأت هني الشركة يكون لها اسم كبير في السوق، وقوة تحكمها في السوق صارت أكبر. أوكي، بس هاي كلها شنو له علاقة في الأجهزة اللي أصدرتها الشركة اليوم؟ طبعا قرار شركة أبل أنها تستخدم الشيبس أو اللي هو الشرائح الموجودة داخل الكمبيوتر من موردين ثانيين ما كانت أول مرة، يعني الشركة من سنة 1994 أوريدي كانت هي منتقلة من الأجهزة أو من الشرائح اللي موجودة من قبل اللي هي كانت موتوريلا 68000، فخلصت تعاقدها مع شركة موتوريلا وانتقلت إلى باور بي سي في سنة 1994، وظلت الشركة تستخدم باور بي سي شيبس إلى سنة 2006 لما قررت أنها هي تتعاقد مع شركة انتل لتصنيع الشرائح الجديدة حق أجهزتها. ليش اتخذت هاي القرار؟ لأن كان من الصعب على المبرمجين أنهم يصدرون برنامج على البي سي وبعدين ينقلونه على الأبل، كانت الشغلة تصير مرتين، فقرار أبل أنهم ينتقلون إلى الانتل شيب سهل على المبرمجين اللي كانوا يشتغلون بس حق هاي البرامج على أجهزة البي سي، صار موضوع أسهل لهم أنهم يبرمجون حق أجهزة الأبل الجديدة. لا ننسى أن هاي كان في وقت أبل لحين ما كانت بقوتها اللي موجودة فيها اليوم، يعني كانت تحاول أن هي توسل إلى الشركات على أساس أن هي تسوي لها البرامج، بس الحين طبعاً الوضع انعكس وكل الناس أصلاً قاعدين يركضون حق أبل أنهم يسوون لهم برامج. ظلت شركة الأبل تستخدم الانتل شيبس إلى سنة 2020 لما قررت أن هي راح تصنع الشيبس أو الشرائح الخاصة بها لأسباب كثيرة بقول لكم عنها الحين. أول سبب أن شركة أبل أوريدي قاعدة تسوي أجهزة ثانية ما تستخدم شرائح الانتل، لا قاعدة تستخدم الشرائح الخاصة اللي أبل نفسها هي تصنعها مثل الآيباد والآيفون والآي واتش. من وجهة نظر المبرمج إذا بيجي يسوي برنامج حق الأبل آي واتش ولا الآيباد ولا الآي أو إس اللي هو الآيفون ولا الآيباد، راح يضطر أنه يعيد كتابة البرمجة بطريقة عشان تشتغل على أجهزة اللابتوب مثلا أو الديسكتوب مالت أبل. فقرار شركة أبل أنها توحد كل هذه الشرائح على جميع أجهزتها راح يسهل الموضوع على المبرمجين بشكل كبير، كل اللي عليهم أن يسوون أن يبرمجون البرنامج مرة واحدة فقط وراح يشتغل على كل أجهزة الأبل. غير طبعا أن الشريحة الجديدة للأبل اللي هي الـ M1 اللي طلعتها في 2020، هاي الشريحة توفر الطاقة بشكل كبير،
فاستخدامها على أجهزة اللابتوب جدا 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 جيد، لأن راح تتم البطارية تشتغل بشكل أطول. ولا ننسى أيضا أن السبب الرئيسي اللي خلى شركة أبل تقرر أن هي تستغني شوي شوي عن شرائح إنتل وتنتقل إلى شرائحها هي هو شنو؟ يس، هو التوفير في المال، توفير مبالغ ضخمة جدا ما راح تدفعها حق السبلايرز، ما راح تدفعها حق الموردين، هي راح تحتفظ بيها. يعني بس بهالحركة شركة أبل راح توفر 2 بليون دولار، مو مليون، بليون دولار. أوكي يا شباب، حبيت أخذ من وقتكم دقيقة واحدة بس أقول لكم لا تنسون طبعا الاشتراك في القناة وتعطونا اللايك عشان نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم. وحبيت أيضا أقول لكم عن موقع ميلو سكيلز. موقع ميلو سكيلز هو أول موقع في العالم العربي وخاصة في دول الخليج مهتم في تعليم مهارات الهندسة الصوتية. الدورات الموجودة على الموقع منوعة وسهلة ومصنفة بطريقة جدا بسيطة، حتى لو كنت أنت مبتدئ أو كنت محترف في مجال الهندسة الصوتية. بخلي لكم الرابط الموجود تحت هالفيديو للدورة المجانية للبدء في تعلم الهندسة الصوتية. أوكي يا شباب، الحين للسؤال الجوهري، هل هذه الأجهزة الجديدة اللي أطلقتها شركة أبل تسوى ولا ما تسوى في مجال الإنتاج الصوتي أو مجال الموسيقى؟ الإجابة بشكل مختصر، نعم تسوى. ليش تسوى؟ أول شيء أن السرعة في هذه الأجهزة غير طبيعية، يعني من 2020 بدينا إحنا نشوف قفزة نوعية في السرعة للأجهزة اللي سوتها أبل من 2020 إلى الآن، وهذا كله بسبب الـ M1 chip. السرعة رقم واحد، ورقم اثنين الأداء أيضاً تطور وصار أفضل بشكل كبير، يعني صار تقدر أنك تضيف plugins أكثر وتضيف إفكتات أكثر على التراكات اللي عندك بسبب قوة تحمل الجهاز وسرعته في قراءة البيانات اللي عندك على الهارد ديسك. وهذا الوقت هو وقت جيد أنك أنت تستكشف هذا العالم، لأن كل البرامج اللي موجودة حين تقريباً من أول ما طلع الـ M1 chip في 2020 كل البرامج الموسيقية أصبحت متوافقة مع أجهزة الأبل الجديدة، فما راح يكون أي مشاكل في موضوع توافق البرامج على الجهاز نفسه. برامج Pro Tools أو Logic طبعاً لنا برنامجهم، أو Studio One أو Cubase أو غيره، كل هذه البرامج أصبحت متوافقة بشكل كبير مع النظام التشغيل الجديد ومع الشريحة الجديدة. حتى الأجهزة الجديدة اللي أصدرتها الشركة المفروض أن فيها مخارج USB أكثر، فهي معناتها أنك أنت تقدر توصل مثلاً MIDI كيبورد أو آلات ثانية على اللابتوب وتشتغل على الموسيقى بشكل أسهل وأسرع. هذه يا شباب كانت نظرة سريعة على الأجهزة الجديدة اللي أصدرتها شركة أبل. إن شاء الله استانستوا في الحلقة، أنا وايد استانست معاكم. لا تنسون تعطونا اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع كل أصدقائكم حول العالم. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.